الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. النوم بالنسبة للبشر نعمة عظيمة، فالإنسان يتعب ويحتاج جسده إلى الراحة والنوم. النوم إذا فقده الإنسان فإنه يعاني معاناة شديدة، قد يصل الإنسان بسبب بعض الظروف أو الأمراض إلى البعد عن النوم فيحتاج إلى الدواء. النوم مكتوب على كل الخلق، كل شيء ينام إلا عينه سبحانه وتعالى التي لا تنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كل الحيوانات تنام، كل البشر ينامون، حتى أنهم يختلفون في النوم، بعضهم ينام واقفا، بعضهم ينام في البحر، بعضهم ينام وعينه مفتوحة، بعضهم ينام ساعة، بعضهم ينام 23 ساعة في اليوم. كل إنسان الله كتب عليه وكل مخلوق الله كتب عليه النوم، حتى النباتات تنام لها طريقة إلا الله سبحانه وتعالى. اليوم حديثنا عن قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا. سباتا يعني يقطع تعبكم، يريح الأجساد، لكن لماذا أورده الله في سورة النبأ؟ هذا هو السؤال. سورة النبأ تتكلم عن يوم القيامة والبعث والنشور، وأن الله قادر على بعثنا ونشورنا. هذا الفعل البسيط اللي تفعلونه كل يوم وتستمتعون به، تذهب لفراشك وتشغل المكيف وتتلحف باللحاف وتنام إن شاء الله نوما هنيئا، تعرف أنك أنت فقدت قيم عظيمة قبل أن تنام. النبي قبل أن ينام ماذا يقول؟ والدليل أن النوم علامة على قيامة الساعة. النبي يستحضر هذا عند النوم. أنت تستحضر ماذا؟ الدوام، تفكر في الموعد اللي عندك، تفكر في الراحة وترتاح، مسافر تبى تنام. النبي في كل ليلة قبل أن ينام ماذا يقول؟ ألجأت جنبي إليك وألجأت ظهري إليك، لا منجى ولا مهرب منك إلا إليك. الآن النبي وين بيروح؟ بينام. فإذا نام الروح خرجت. الله يتوفى الأنفس حين موت حين موتها والتي لم تمت في منامها. الروح تخرج أيها الإخوة، الروح تخرج، يعني أنت مت موت صغرى، أنت مت يقينا. والدليل النبي لما يصحو ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ثم ماذا يقول؟ وإليه النشور، يعني يوم القيامة بنبعث هكذا، مثل ما أنت تقوم كل يوم الصبح أنت ستبعث هكذا من قبرك، هكذا نفس الصورة. فالفرق أيها الإخوة الفضلاء، نومي ونومك راحة، نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تذكر للآخرة. والدليل عند النوم يقولون أنهم يلجؤون ظهرهم إلى الله، يقول هكذا النبي، تأمل يقول ماذا يقول عند نومه، يقول اللهم إن أمسكت روحي، أمسكت يعني ما رجعت، يعني أنا نمت وما صحيت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها لأن راحت، وإن أرسلتها يعني رجعتها الصبح، مثل ما اليوم نحن رجعتنا الروح الصبح، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هل أنت تفعل هذا؟ وحتى لو فعلت هل تتفكر؟ لو فعلت هل تتفكر أنك أنت وأنت رايح تنام، بدل ما تفكر أني بنام عشان بكرة عندي معصية، بنام عشان بكرة عندي سفرة رايح إلى بلد قد أعصي الله عز وجل. يا أخي قد تنام، يا أختي قد تنامين وتموت، لأن الروح تقبض ثم ترجع، فإذا قبضت قد لا ترجع. يقول إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها إلي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إليه المصير، إذا قام يقول إليه النشور، عشان شيء العلماء ما يحتاجون حفظ لأنهم يفهمون ما الفرق بين المصير. النوم يعني قد أموت فإليك المصير، النشور أن يقوم الصبح إليك النشور، يعني هكذا نبعث يوم القيامة. وقرأوا في القرآن في كل المواضع اللي ذكر فيها النوم تجدون بعدها القيامة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ثم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى متى؟ إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى، ليقضى أجل مسمى. إذن دائما بل في كل المواضع حتى في سورة الأنعام يذكر النوم، يذكر بعدها مباشرة الأجل المسمى، فكأنه يخبرك. تعرفون يا أخوة
ماذا أريد أن أقول في هذا اليوم؟ النوم نعمة من نعم الله، ليس فقط للراحة، نعمة من نعم الله لتذكر الآخرة. فإذا كنت أنت وأنت تنام تتذكر هذا المعنى العظيم، تتذكر أنك إذا نمت الآن ستقبل على رب العالمين وقد لا ترجع لك روحك. الأحلام التي تشاهدها في الليل لأن روحك في السماء، روحك خرجت الآن فتطير في ملكوت السماء، قد ترى خيرا وقد ترى شرا، وقد ترى إنذارا وإعذارا من الله عز وجل، قد ترى بشرى وقد ترى إنذار، لكنك أنت كل ما تصنعه أنك تنام ولا تدري ما أسرار هذه العبادة العظيمة، أنك تنام وأنت مقبل على الله عز وجل، مودع لهذه الدنيا، تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمسكتها فارحمها يا رب، ارحم هذه الروح المسكينة العاصية المذنبة التي أخطأت وأسرفت واغتابت وسبت وشتمت وكثير من الأمور تعلمها ولا لا تعلمها، إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها لي في الصباح فاحفظها يا رب، مش اتركها تمشي في الدنيا تعصي وتفعل، لا، احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه الحقيقة الكبرى أيها الإخوة الفضلاء. يقول العلماء عن النوم وأسرار النوم، يقول: النوم موتة صغرى. النوم هذا الذي هو راحة للأبدان هو في الحقيقة موتة صغرى. لماذا الله سبحانه وتعالى لا ينام؟ لأنه سبحانه وتعالى غني، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت تموت، الإنس والجن يموتون، والعجيب أنهم ما يموتون في الأجل المسمى، بل يموتون كل يوم، كل يوم ما تنام أنت ميت، لكن بفضل الله عز وجل يرد عليك هذه الروح لكي تستقبل يوما جديدا، إما أن تستقبله بطاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب، وإما أنك ترجع مرة أخرى للمعاصي والذنوب وتنسى أنك قبل ساعات كنت ميتا. عبد الله، قبل ساعات كنت ميتا. فتخيل أنك يوم الأيام في هذه الليلة إن شاء الله، وأنت تسمع هذه المحاضرة في هذا اليوم أو نهاية هذا اليوم في الليل، وأنت تقبل على الفراش، تذكر بس لحظة أنك قد لا تقوم، فودع الدنيا واسأل الله عز وجل أن يحفظ لك روحك إن أمسكها، أو أن يرحم لك روحك إن أمسكها، وأن تسأل الله كذلك أن إذا أرسلها لك في الصباح أن تحمد الله على نعمة إرسالها، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. مسلم يعرف ما معنى الحقيقة هذه، مش نومة، هي مش نومة فقط، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم بعد ذلك اسأل عن راحة الأبدان وراحة القلوب، هذه النعمة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها: وجعلنا نومكم سباتا. هذا السبات، هذه الليلة التي قد لا يكون بعدها نهار، هذه الليلة التي قد تودع فيها هذه الدنيا وأنت مقبل على رب غفور. لكن الفرق، بعض الناس ينام مقبل على معاصي وذنوب أو حتى غفلة أو غفلة، وبعض الناس ينام وهو عارف أنه قد تكون نومته الأخيرة. نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا على طاعتك، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام. إلى لقاء جديد وحديث جديد، أقول لكم كما أقول دائما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.